في درجات الحرارة على معظم مناطق ليبيا. اليوم الأمس كانت قد سجلت 27 درجة، يعني ارتفاع واضح في درجات الحرارة. أجواء مالت إلى الربيعية أكثر منها إلى الشتوية حقيقة على العديد من المناطق الليبية وخاصة الغربية. يستمر هذا الدفء على كل المناطق الغربية خلال هذا اليوم، طبعا نتيجة أو بسبب رياح جنوبية شرقية. هذه الرياح ستؤدي أو أدت وتؤدي إلى بقاء درجات الحرارة فوق 20 درجة يعني خلال هذا اليوم وخلال يوم الغد إن شاء الله. تبقى على كل المناطق الليبية وعلى معظم المناطق الليبية درجات الحرارة لا تقل عن 20، وفي بعض المناطق ستصل إلى 25 أو 27 درجة. في هون يوم الأمس سجلت 27 درجة، أيضا على مناطق الجنوب ستسجل 27 إلى 26 درجة، كذلك في الجنوب الشرقي. كل المناطق الليبية الرياح جنوبية شرقية خلال هذا اليوم وخلال يوم الغد. إلى ليلة يوم الغد سيصل الكتلة الهوائية الباردة أو المنخفض الجوي أو مؤخرة المنخفض الجوي، هذه المؤخرة ستكون باردة بداية من ليلة الأمس. يوم الأربعاء سيصبح صبح على مناطق الغربية بهواء بارد بتكاثر للسحب بإذن الله وأمطار متفرقة. طبعا الوضعية على مناطق الشمال الغربي أمطار يعني ما هيش أو لن تكون شاملة لكل المناطق، ستكون متفرقة سواء كان على الساحل الغربي وعلى الساحل الشرقي. خلال يوم الغد هذا منخفض سيظهر بشكل واضح على خلال يوم الأربعاء، يتحرك ناحية الشرق باتجاه الشرق، ثم يظهر منخفض آخر يوم الجمعة سيتحرك أيضا من المنطقة الغربية إلى المنطقة الشرقية، سيكون مؤثر بشكل أيضا فعال خاصة على الجبل بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ستكون أكثر انخفاضا. الانخفاض يبدأ من يوم الأربعاء ثم تزداد انخفاضا يوم الجمعة القادم بتكاثر أو برياح باردة أو بكتلة هوائية باردة ستسبب في درجات حرارة يعني تصل في الجبل خلال يوم الغد إلى 7 درجات في فترة الظهيرة أو يوم الجمعة يوم الجمعة إلى 7 درجات، وفي فترة الليل ستنخفض إلى درجة الصفر مئوي هذا يوم الجمعة والسبت بإذن الله تعالى، مع أمطار متفرقة خلال هذه الأيام إن شاء الله بداية من الأربعاء إلى يوم الجمعة القادم. النشرة الخاصة بالصيد البحري على المناطق الممتدة من رأس الجير حتى سرت، تكون السماء مغطاة جزئيا بالسحب، الرياح جنوبية شرقية، موج بإذن الله لا يتجاوز المتر أو على أقصى تقدير متر، على الساحل الشرقي يتجاوز المتر ومتر وربع بإذن الله، رؤية جيدة. الآن نعود أو نلقي نظرة على درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم بإذن الله تعالى.